الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاوى لصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، من الأمور التي حث عليها الإسلام ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم إتقان العمل، حيث أمر العامل بأن يتحرى الدقة والإخلاص في كل ما يقوم به من عمل. في حلقة اليوم نتحدث عن هذا الموضوع لأهميته، حتى نستصحب معنا كثير من المحاور التي ترشدنا إلى هذا الموضوع بأهمية بالغة. شيخنا، في البداية نتحدث عن العمل وأهميته للحياة. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمل كسب الرزق بأيده، ده من أفضل الأعمال. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان داود عليه السلام يأكل من عمل يديه. نعم. لأن داود كان حداد، زكريا كان نجار، وسيدنا موسى كان يرعى الغنم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما جاء نبي إلا رعى الغنم. قال له وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، كنت أرعاه على قرارة أهل مكة. نعم. وأحب العمل إن زول يكون مع عمل يدي. ولذلك الرسول في حديث طويل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس جشاب قوي صحة وعافية، فايد بقدام الرسول والصحابة قاعدين. الصحابة قال يا رسول الله، شاب القوي ده لما مشى حمل السلاح جهد في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له نزول ده مع الحديث، لو ماشي عنده أبوه وأمه كبار في السن يسعى يكسب الرزق الحلال عشان يأكل أمه وأبوه برضه في سبيل الله. إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولديه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لنفسه عفوها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يبقى الحديث يبين لنا فضل السعي في طلب الرزق الحلال، نوع من أنواع الجهاد ومن أفضل أنواع الجهاد. زول يسعى يكسب الرزق الحلال، يأكل نفسه ويأكل عياله ويأكل والدينه ويزايد من حاجة يصدق به، ده عمل عظيم جدا. نعم. طيب، ده بقولنا الحديث مهم جدا فيما يتعلق بالإتقان. أيوة. الناس صح بيعملوا، لكن الإتقان شيء ثاني. أيوة. مختلف. صح. في ورد في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وده من باب الإحسان، والإحسان اللي هو إتقان العمل وإخلاص العمل، سواء كان عمل ديني أو دنيوي. زول يتقن عمل الدنيوي بيأكل منه رزقه ده، ويتقن العمل العبادي، الصلاة والعبادات زول يتقنه. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ده المطلوب. ولذلك جاء في عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. يبقى دهين ده أسوأ الناس سرق يسرق من الصلاة. والعمل اللي يدوي دزول بيكسب من رزقه ورزق ولداته، لابد أنه يدي بهمة بنشاط بإتقان بإخلاص. بعدك نمسك مثلا موظفين في الحكومة في الشركات. أي موظف لما يشتغل في الحكومة في شركة أو مؤسسة بيوقع عقد. العقد إذا مرات يكون كتابة، مرات يكون شفهيا، مرات يكون عرفيا. وإنه العمل مثلا للطرف الأول له مندوب المصلحة الموقع العقد، الطرف الثاني الموظف. نعم. قدم أوراقه، فحص الأوراق ودرجوه، دزول عنده مؤهلات، عنده خبر، عنده شيء، ونحن نعينك في الوظيفة رقم كده، تأدي لنا العمل الفلاني، وحضورنا من الساعة كده لكده، وعندك إجازات في السنة كده، عندك إجازات مرضية كده، عندك امتيازات كده، قبلان بالموضوع ده جاي قبلان. نعم. انت المصلح برضو قبلان بشغل ده بشهادة قبلانين. يبقى في الحالة دي وقع عقد معقد مع محترم بين الطرف الاول اللي هو المصلحة والطرف الثاني الموظف. يبقى وجب على الاثنين ان كل زول يوفي للثاني، لان ربنا تبارك وتعالى في القرآن قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
والعقود جمع عقد، وهو ما اتفق به شخص مع شخص أو مجموعة مع مجموعة بحقيقة الكلام الموظف مع مؤسسة. أصبح العقد ده مجرد ما مندوب المسؤول المؤسسة مضى على النائب والموظف مضى عرفيا أو كتابة، صار عقد محترم الوجب على المسلم يوفيه، ويدخل ضمن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي الحالة دي مندوب مطلوب من الطرف الأول الطرف الثاني أن يحضر في المواعيد المحددة، وأن يدي عمل الوظيفة دي بهمة وبنشاط وبإتقان وبعفو وبنزاهة وبأمانة. أداه المرتب اللي بياخده ده حلال عليه، أكل نفسه أكل وليداته يا رب يبارك فيهم، تصدق من للمساكين رب أن يدي عليه ثواب. ده لابد من نجي للطرف الأول، كمان لازم يلتزم أنه ما يأخر موظف العامل ده حقه. أيوة، كما جاء في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إنك تأدي مرتبه في الزمن المحدد ما تأخر مرتبه ما تنقصه ما كده، ده المطلوب الوفاء بالعقود. نعم. طيب لكن في ناس يقول لك يا أخي طبعا المرتبات الآن بقت بسيطة وضعيفة، يقول لك والله نحن نشتغل قدر القروش اللي بدونا لها. أيوة، يبقى أنت في الحالة دي أنت ما موقع عقد والتزمته، ونحن قلنا لك يا أخي أنا مندوب المؤسسة، أنا قلت لك يا أخي نحن بندينا شغل في الوظيفة الفلانية بنديك مرتب كده حدد لك في الشهر زايد على بضغة معيشة كده زايد امتيازات إجازات كده حوافز كده، اشتغلت وبرتايم بعد ساعة العمل نديك الساعة بكده، وقبلت الكلام ده في الحالة ده خلاص انت الحكاية دي بقت ما بتخارج معاك، قدم استقالتك لكن ما تزوغ من ساعة العمل. نعم. طيب في حالة انه الزول بيكلف بشغل معين في اليوم، بيجي الصباح بيكلفه بعمل محدد يمكن يخلصه قبل الدوام، هل ينتظر ولا لا؟ يزعم لساعة العمل دي نحن ما يمين الساعة 8 لغاية الساعة 2:30 الزمن ده نحن مشير منك ودابع لك تمن وجرد، يبقى انت تتحبس في المنطقة دي في محل العمل، في عمل ما في عمل تكون قاعد في مكتبك اللي هو جاي ياك عمل تشتغل، ما جاك عمل إذا داير تفتح مصحف تقرأ ما في مانع، لكن ما تشتغل بأمور تانية. أول ما جاك العمل طوال خدت الجريدة أو الكتاب اللي بتقرأ فيه تأدي عملنا ده تكون مرابط، ما تقول ما في عمل تقوم تمشي، لا الحالة تتخلح يمكن يجيك عمل، ما جاء عمل تكون مرابط، نحن الزمن ده مشتري منك. أيوة. هاي كل مشترين منك، بس مدينك 10 دقائق صلاة وضو 5 دقائق 5 دقائق صلاة، وتجي طوالي ما تقعد في المصحف هذا المكتب تفتح مصحفك تقرأ في الجامع أو تمشي قبل ما عيد الصلاة. نعم. لسه الصلاة ساعة 12:30 تمشي لنا من الساعة 11 لا حال خلصت السلام عليكم تتنفل في البيت تجينا في الشغل طوالي. المطلوب يحصل كده. وده قاعد يحصل ممكن يكون عكسه تماما، يعني لأنه كثير من الناس بيشتكوا يقولوا والله الموظفين تجي الصباح تلقاه وبيشرب في الشاي بعد شوية القهوة بعد شوية الفطور بعد شوية الصلاة بعد كده الجرايد كمان. نعم. الجرايد بعد كده الأخبار. نعم. دار لنا إرشاد للناس اللي بيهدوا الروح ده. الزمن ده اللي هي من الساعة موعد العمل السبت من 8 لكم لحد 3 تقريبا، من الساعة 8 لغاية الساعة 3 الزمن ده كله أنا بايع للمصلحة وباخذ عليه مرتب. نعم. لازم التزم في المكان ده ما أجي ما أمرق منه. وأول ما أجي ما أجي أكتب الشاي والقهوة، لا تدور حي شو عندي عمل مركون بتاع أمس ولا بتاع الليلة أنجزه ما آخر العمل، خاصة العمل المرتبط بالجماهير. عايز المرتبط بالجماهير ده لابد زول يكون فيه مخلص، لين يجيك زول من آخر يجيك من الحجوزي عنده رخصة عنده ورق عنده حية كده يتقول لي تعالي بكرة، لا أنجز له عمل تقدر تنجز له عمله وتسلمه يا حسا. في ناس بيجي من الولايات كمان. اي بيجي ما تقول له تعال بكرة. بكرة ده اللي يكون انت متأكد العمل ده ان هذا ما بيتم، لين بيحتاج لبحث ويحتاج لإمضاء المدير وإمضاء نائب المدير وحاجات كده، لكن العمل ده تقدر تنجزه الليلة دي وتسلمه يا تسلموا يا يدعو ليك الله يجزيك خير ويبارك الله فيك والزول يدعي ليك، لكن تعال بكرة شوف دافع مواصلات كم ومبطل عمل هناك معطل طاحنته وعطل ركشته وجايك. في الحالة دي أهم شيء العمل اللي بيرتبط الجماهير ده لابد الناس يكون عندهم همة ونشاط، أي ما يأخر الزول، تعامل الناس بما تحب أن يعملوك به. أنت ما بتحب لو مشيت مصلحي يقول لك تعال بكرة. نعم. ما تقول للعمل المواطن تعال بكرة إلا إذا كان عرفت أن العمل ده ما بتقدر تنجز الليلة. إن شاء الله. طيب معنا أول مكالمة، التاج من الجزيرة. مرحبا يا التاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هي هاي برنامجكم بتاع فطار وهي شيخ مع محمد حسن. الله يبارك فيك يا تاج، تفضل. انا سؤالي هي عن زكاة الزروع. زكاة الزروع، ايوه. وتحديدا القطن. القطن؟ نعم. القطن ده مطري ولا مروي؟ مروي. مروي طبعا الجزيرة أكيد مروي. طيب. ما أعرف أنا القطن نفسي دي تقريبا بيزكوه بالشوال، يقول لك الشوال مثلا ب 200 جنيه. وبعد ذلك بيقوم يخش الميزان بتولين بيكون ما أعرف أنا بيتزكى قطن كده شوال ولا بعد ما يتباع يتزكى البريد بتاعه. أيوه كويس. خلاص الشيخ إن شاء الله يرد عليك. عندك ثاني أي سؤال يا تاج؟ لا رجل، شكرا جزيلا. هو فعلا ده سؤال والله مهم يا شيخنا. آه القطن ده معروف هو محصول نقدي طبعا. اي محصول نقدي طبعا. بعد باعوا للمصلحه اللي بتشتري القطن قبض قروشه، قروش القبضه دي يطلع زكاه اللي هي نص العشر. نص العشر. ليه نص؟ مروي. مروي اي ما مروي نص العشر. المطري العشر. المروي بتاكله نص العشر. مشاريع جزيلا ما يدفع حق المويه. مشروع جزيرة ما يدفع حق المويه بتاع اللي ايوه بيدفعوه. اي اي انا اشتغلت في مشروع جزيرة بيدفعوه. والناس كانت بتلاقيك مشاكل زي دي او اسئله زي دي يا شيخ. طبعا اي هو طبعا يعتبر محصول نقدي. محصول نقدي باعه طوال يطلع قروش زي الفول برضه زي الحاجات الخضروات والبو 70 والبتيخ كل الخضروات دي هي طبعا تدخل الزكاه اللي هنا العلماء بدون الزكاه الاتحادي في قانون الزكاه عام 2002 اخذ براي الامام ابو حنيفه وبعض العلماء على ان اي حاجه انبتتها الارض فيها الزكاه من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. مما اخرجنا لكم من الارض ابو حنيفه قال كل محصول يطلع من الارض فيه زكاه. في حاجات بتتكال وتتوزن. الحاجات اللي بتتكال اللي هي العيوش بانواع الحبوب بانواعها دي بقى زكاتها 50 كيلو النصاب. ايوه 50 كيلو زول عنده محصول حطلع 50 كيلو يطلع زكاته اذا كان بالري نص العشر بالمطري العشر. اما الحاجات زي البتيخ بيعبي اللوري ودا الخرطوم باعه تاني واللوري التاني البتيخ بعد شهر شهرين يقول خلاص الروب. تقوم تشوف ما بيحتمل البتيخ كم تجمع صبر معانا الواحد. طلعت اللي بيحتمل البتيخ مليار جنيه البتيخ السنه دي. طلع زكاه المليار اللي هو 2.5% بس. كذلك الطماطم كذلك كل حاجات. طيب الطماطم دي ما كل مره يعني تسوق يعني خلال بتبيع انت بتسجل انا بعت ب 50 جنيه باكر بعت ب 200 باكر بعت ب 1000 بعت ب كده تكتب كل يوم اللي بعته تكتب. الطماطم عندها زمن تقول الروب قالت الروب تشوف اللي بعته من الطماطم كم تجمع صير معنا الواحد طلع عليك مثلا 50 مليون لا 500 مليون مليار تطلع زكاته طوال يعني تطلعه في نهايه المده بتاعت الحصاد مجرد ما نهاية الحصاد اي البتيخ وقف الطماطم وقف تطلع طوال المجموعة قروش تطلع. جزاك الله خير شيخنا فعلا ده توضيح مهم جدا لكثير من الناس ونحن الان في موسم الحصاد. دي مناسبة انه نذكر الناس ببعض يعني المحاصيل المهم زكاتها هو العيش والدخن كل الانواع حتى ابو 70 انا زارع ليه كذا فدان ابو 70 جاء صاحب بقر قال لي انا داري اشتري ابو 70 ده هاي قام دربه قال لي ب 500 ألف جنيه نعم أو مليار نعم. نص مليار طوالي قبضني القروش ابو 70 ويجيب بقر ويحش لي بقر وانا زكي القريش دي طلع نص العشر لا هي ما هو مروي الاثنين اي نص لا ما مروي أيوة. نص العشر نص العشر اي جزاك الله خير نص عشر القريش دي المحاصيل الزراعية نطلع نص العشر، أما القروش النقدية لا أي صح أنا عملت خطأ قبيلي قلت 2.5% لا المحاصيل الزراعية عشر القروش عشر القروش أيوه اللي بيحتاج بتيخك عشر نص عشر القروش دي نص العشر أي نص العشر نص عشر القروش ما دي القروش النقدية التاجر ما 2.5% لكن ده نص العشر طيب كل محاصيل الزراعية محصولة زراعي بالري نص العشر والثاني العشر اللي نص عشر القروش عشر القروش وضحت. طيب معنا أم فارس من الحلفاء. مرحبا يا أم فارس. ألو ألو يا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الحمد لله بخير. تفضلي
أم فارس أرجو أنك تسمعين. شيخنا أرجو أنك تسمعين من التليفون من التلفون وليس من التلفزيون لو سمعنا يا أم فارس. أوكي أوكي. ولا سمعنا من التلفون. أنا من أكون مقرأ بقرأ القرآن من التلفون أتوضع وأقرأه ولا ممكن أقرأه عادي. أيوه كويس كويس شكرا جزيلا يا أم فارس. أي طبعا الموبايل ده بيعتبر آلة. دست الزرار جاك القرآن في الشاشة. نعم. مجرد ما جاك القرآن في الشاشة أصبح مصحف. ما بيحل الزول يمسكه بدون وضع. لم تقوم بتوضي. أي دار تدخل الحمام تكفله. خلاص القرآن فات تشيل تدخل بالحمام تبقى آلة حديدة. أي دست الزرار ظهر القرآن بقى مصحف. حتى ولو آية واحدة. سبحان الله. ما تمسكه بدون يعني تعامل معه تعامل المصحف. تعامل المصحف أي ما في يعني القرآن فيه. يعني زول ما يقرأه إلا هو على طهارة. أيوة أيوة. لك بس شنو هو آلة ترمي وتشيل وتهنا لكن مجرد القرآن ظهر في الشاشة أصبح مصحف. لكن الإنسان لو دار يقرأ من رأسه ساكت ما شرط يتوضع. أي ما شرط. ما شرط يتوضع. وضحت إن شاء الله يا أم فارس. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو إتقان العمل. أيوة. إتقان العمل ده طبعا أنت تحدثت عن الموظفين. أيوة. في ناس ما موظفين. أيوة. عمال. عمال يعني عمل حر. أيوة. وأيضا مطلوب منهم أن يتقنوا عملهم إذا كان حدادين أي صح. أو برادين أو ميكانيكية أو كده يعني. أي كله مطلوب منه صحيح. أي واحد عامل يتقن عمله ويقول الحقيقة. أصلح العربية والعربية فيها كذا. وصلحتها كده لكن ما يقول العربي فيها كده ما فيها يقوم ياخذ يقول انا صلحت الشيء الفلاني كان معطل والشيء الفلاني ما كان معطل اذا صاحب العمل صاحب العربي ما عارف لكن ربنا رغيب عليك والله بيسالك اخذت الجريد ما قبل شنو الشيء ده ما كان حاصل في العربي انت قلت معطل قلت لي صاحب العربي صلحت واخذت عليه قروش والثاني داك صحيح كان معطل صلحته حتى عليه قولي ده حلال عليك لكن ده خدته قولي شو ليش شنو اي ده كل زول مطلوب من المسلم انه يراعي انه ربنا رقيب عليه وربنا وحايا حاسب انا قشيت صعب الناس دي لا حقدر وغشرب يوم القيامة لا قشيتي ديني اتكلم أي. سبحان الله ده برضو بيقولنا لكلام مهم جدا اللي هو مسألة مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة صغيرة وكبيرة ده لدرجة الإحسان. أيوة لما جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني ستأدي عملك يا مؤمن ومن إيمان راسخ أن ربنا شايفك رغيب عليك ما بيغفل مراقبتك جزء من رمشة العين أهل مراقبة دي تخلي الزول يخاف من الله يتقن العمل والبطن العمل ده أجر عظيم عند الله تعالى. نعم سبحان الله. طيب في ناس عندهم هلع كذا إنه يحاول يكوشوا على المال بدون عمل كبير يعني. أيوة. يكون الواحد خايف على رزقه ولكن أنا داير أحاول يعني. أيوة. أخذ أجر أكبر من الممكن يعني مثلا إذا كان شغال باليومية أو مقاول على شغل معين بقول بحاول أشتغله سريع سريع عشان أخلص. أيوة. وأدى القروش وأخذ القروش وهم تكون فيها بركة الزول أدى العمل ده كلفة إذا أدى وقبض عليه قروشهم تكون فيه بركة أتقن العمل ده بتمام وده بهم بنشاط الأجر اللي بيأخذه دي ربنا يحفظ من الآفات ويبارك لي ويحن لي البركة في القليل ما في الكثرة يعني زي ما في الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكسرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني أحذر من كثرة الحلف في البيع كثرة الحلف في البيع تروج البضاعة وتجيب الزبائن وتجيب الربح لكن البركة بينها ما في بركة إياكم وكسرة حلفي في البيع فإنه ينفق ينفق يجيب الربح أيوة. لكن البركة ما في إياكم كسرة حلفي في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ثم البركة تتمحق ونحن دائما نتكلم على النقطة دي مهمة جدا مسألة البركة دي الناس ناسينها كيف تأتي البركة في العمل أو في المال أي البركة تأتي بإتقان العمل الزول التاجر ده أي أبيع مثلاً الحاجات مرات يبيع حاجة مدتها منتهي مرات يبيع واحدة مدتها منتهي مع مدتها حالياً يبيعك حالياً ده كل نوع من أنواع الغش وربنا يحاسب الزول عليه يوم القيامة والربح ده يكون ممحوق البركة لكن زول قال أنا ما بغش خالي طفي ما بطفي في الميزان ما بأخذ المكياج ما ببيع لي سلعة مدتها تنتهي ما بلخبط لي سلعة من سلعة واضح كده هذا ربع ركله في رزقه
ويكون رزقه حلال ويصدق منه ربنا يكسب منه. ايوه ربنا متكفل بالارزاق ما في داعي للطمع. نعم واصل في كثير من الناس بيسالون يقول لك الموظفين دي عايشين كيف؟ يعني الناس التجار في السوق بيسالوا يقول لك والله الموظفين دي مرتبهم بسيط كيف عايشين كيف؟ هل نقول يمكن انه الناس في ناس مخلصين انه ربنا يبارك. ذول ربنا يرزقه زوجه مدبره هي تدبر المرتب البسيط تغنن وسمح توزن وسمح توزن وسمح تغنن وسمح تلقى عيك مريح الزوج وفي مرة ما بعزقه هذه دي دودي يعني توقف عليه إدارة البيت كمان كمان المرأة في البيت وموقفه مهم تلزول دخله كبير ومرتبه كثير لكن المرأة ما مدبره ما بعزقه هاي يبقى واحد مدبر ما شاء الله ستلقى ذول عنده عياله مرتب بسيط ترجع عايشين في أمان الله. واحد تلقى دخله كبير وتلقى الهنايفي. نعم هاي. نعم والبركة دي مهمة جدا الناس ناسينها. هاي نعم طيب ناخذ معنا البركة دي من الأسرار يعني إن شاء الله بعدك نرجع لها إن شاء الله. هاشم من مرابيع الشريف مرحبا يا هاشم. ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاشم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. عليك السلام. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا هاشم. عندي سؤال للشيخ والله. نعم تفضل. ربنا يديكم الصحة والعافية. عندي سؤال للشيخ. نعم سامعينك يا هاشم. في عندي بالنسبه للعربات التجاريه ايوه الدخل بتاع ايوه زكاته كيف؟ وهذه ذاتها في نفيسه قاعده السنه كامله في نفيسه هل عليها زكاه ولا ما عليها زكاه؟ ايوه الزكاه عليها هي ولا على دخلها؟ ايوه كويس ده كلام مهم. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا هاشم برضو قال كلام مهم والله. هي ده العربات التجاريه يعني عنده حافله شغال في الحفله. دي طبعا هنا ده أقول له مش يرخص أقول له أي زول صاحب عربية تجارية لما تم ترخص قول له زول اللي بيرخص ده وريني في البيشيت في استقطاع زكاة أي بدي في البيشيت أقول لك إيه في استقطاع مرات نحن ديبنا زكاة ما عنده سلطة يعني ممكن ندي للناس اللي بيرخصوا العربات دي دون منشور إنه اللوري تخصم منه زكاة كده البوكسي كدي العربية كده كده كل أنواع العربية ما عدا الملاكي الملاكي ما عليه زكاة. هنا طوالي لما يجي رخص يأخذ منه الرخصة ويأخذ منه شنو ضريبة شنو ضريبة شنو من ضمنها إذا خاص منك زكاة لقيت في البيشيت في الرخصة اللي طلحتها الكشف بتاع طلع لك فيه الرخصة فخص منك زكاة عربية ما زكاة ما عليها زكاة لقيت ما فيها كل ما تم ترخص تشوف الكشف ما فيه زكاة يبقى تقوم تطلع زكاة عربية تطلعها كيف أنت بتأكل العربية تدري ليك أنت وليدها تأكل وتحوش الحوشت ده وصل النصاب تزكي مع مالك عندك مال تاني دخل تاني أيوه. مع إرادة العربية أكلت وليداتها وعلمتها حوشت في البنك ده وصل النصاب تزكي كل سنة يعني بس كده. نعم يعني لكن غالبا انه لازم الزكاه بده منشور لنا اخواننا في الترخيص وقلنا اخصم من العربيه الفلانيه كذا من كذا وكذا. نعم لكن هو بيقصد انه هل العربيه نفسها في عظمها؟ ما هو عظمها ده هو بياخذنا زي من الزكاه. ما انا زي من الزكاه قدر يقول لك اللوري ده لكن في اليوم يدخل كده. في اليوم يدخل كده في الشهر كده في السنه كده. يقوم يضربوها نطلع مصاريف الزول ده بوليداته وحلة الملاح والمصاريف والتعليم يفضل منه شيء كذا الشيء ده نطلع منه زكاة يعني زكاة بيكون مبلغ بسيط يعني. نعم هو أظن ناس المرور بياخدوا على حسب سعر العربية لو مثلا عربية سعرها مليار بياخدوا على كسعر العربية طبعا دائما ناس المرور ما لهم دخل في الزكاة ناس الزكاة دي اللي بده منشور لناس الترخيص قيمة العربية يدوهن ويقول لهم يقول لهم اللوري أخصم منه في الشهر في السنة لما يرخص اللوري ده أخصم منه مثلا 20 جنيه ايوه الثاني ده 30 جنيه ده كده 40 جنيه بس ده ضرب مثل يعني طيب اي ده بيخصم لكن الدخل ما يوردوها ويوردوها لي زي من الزكاة الدخل ما عندنا ما شاء الله دخل العربية ما دخل طيب الموضوع المهم هو إتقان العمل اللي بديت أتكلم عنه عن البركة وسر البركة أيوة سر البركة يعني الزول يعني يبدأ عمله بسم الله وتوكلت على الله ويستعين بالله في أداء عمله ده إذا كان تجاري أفتح دكان بسم الله توكلت على الله ويقرأ آيات كده ويذكر ما رغبة ربنا عليه يبتدي البركة تجي إن شاء الله حتى في لك الله الزول يقول بسم الله ربنا يطرح البركة في اللكي سبحان ولذلك عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلغمتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معنى الحديث أنه جابوا طعام وأصحابه مع ستة أنفار، ودارين ابتدى ياكل الطعام ده، جاء عربي بس مسكين جعان بس لقمه والثاني خلص لك. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اما انه لو سمى لكفاكم. العربي ده كان نزل مع الصحابه قالوا بسم الله ابتدى ياكله، كان الاكل ده يكفي سبعه انفار معون العرب سبحان الله، لكن عشان ما قال بسم الله اخذ في لقمه. نعم، جزاك الله خير شيخنا. سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا مرة أخرى. نحن حقيقة بدينا حديثنا عن الإتقان، ونحن عارفين الأعمال في أعمال دنيوية وأعمال أخروية، والاثنين بيحتاجوا للإتقان. صح، ده كلام صح. نعم، كيف يعني يستفيد الإنسان من دنياه لآخرته؟ أيوة صح. العمل الدنيوي ده إذا كان زول تاجر موظف صناع صانع أي حاجة، إن يتقن الوظيفة تحته، عمل الوظيفة ده يدي بهمة وبنشاط وبإتقان وبإخلاص. وفي المقام الأول إن يحس إنه ربنا رغيب عليه. نعم. في حركاته في سكناته، زي ما الأسبوع الفات لما تكلمنا عن السواقة، السواقة العربات دي، إنه يحس إنه ربنا رغيب عليه قبل ما يركب العربية، يتأكد إنه فرامله تمام، زيوته تمام، دركسونه تمام، لساتيكه تمام، وهو حالته في حالته النفسية تمام، ما نحسان، ما مرهق، ما تعبان. في الحالة دي لو حصل حادث يكون قضاء وقدر، خطأ قتل زول يدفع الدية يصوم شاري. لكن لو ما الحاجات دي ما في، العربية دركسونه كعب، فرامله كعبة، لساتيكة كعباء، هو ذاته طالع من البيت نحشان، كان مساهر بالليل وكابز على النوم، يتغلب على النوم يسوق. في الحادث لو حصل حادث قتل نفسه ولا قتل غيره، ربنا يعاقبه يوم القيامة، بالرغم انه القاضي بتاع الحركة بيعتبره خطأ، لان القاضي يعني ما بيلعب الغيب. لكن ربنا الرغيب عليك ساعة الحادث حصل كان حالتك شنو؟ اي في الحالة دي. نعم. دي تكلمنا عن نزوع الفاعل. نعم. أسا كمان نتكلم عن التاجر، امسك التاجر ده، انك تحس ان ربنا رقيب عليك. هو انا بنصح اي تاجر اول ما تفتح دكانك جيب لك زول خطاط يكتب لك الايه نمرة، الايه اول ايه في سورة المطففين، خدتها في براس خدتها قدامك. الايه دي تخليك تخاف من الله. تذكر ايوه. ايه قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني شوف الآية دي لما تعيش، لما يقرأها تاجي، لما يقرأ الآية دي يخاف من الله، ما بيطف في ميزان، ما بيخص ميزان، ما بيبيع سلعة مدتها منتهي، بيخاف الله وربنا يبارك له. أي ولذلك الرسول عليه السلام في حديث قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني الله يرحم هذا التاجر، سمح في بيعه، سمح في شراه، سمح في مغاضاته، سماحة البيع. ما بيحلف كثير، كمان في بعض التجار يحلفوا حلف عليه الحرام، عليه بالطلاق، إنه ده ما يرس ماله وإنه خسران فيها، برضه دي تمحق البركة. الحليف بالله كثرة ممنوع، ولا تطيح كل حلاف مهين. أما كمان يدخل فيها الحليفة بالحرام والحليفة الطلاق، ويعلم يخد شرع الله شماعة في بطره وترويب وضحته، يكون حرام عليه. وعقد الزواج ده عقد مقدس، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. المطلوب المؤمن اللي بيخاف على عقيدته على إيمانه ما بيحلف بالطلاق ولا بالحرام. هاي خلي ده وعيد ويشوف لك شغلنا تاني. طيب الأمانة دي مهمة جدا يا شيخنا في عرض البضائع. طبعا يعني الأمانة صدق يعني في الله. نعم. يعني أزول من حق يعني التاجر إنه يعرض البضاعة يقول والله البضاعة دي عيبة كده، ولا يخليه يقول لك شوف أنت براك. هاي تقول تبارك. يعني مثلا عندك زي نضرب لين مثال، عندنا الصبيح بتاع الطماطم
تلقى صفيحة فوق ما شاء الله طماطمك كبار حمر نياط، ولما انت تكبها في البيت ولا تكبها في معونك تلقى تحت الطماطم النيئة الدقاء، ويمكن تلقى لك قبضة بتاع دقش. ايوه ده حقيقة، على الصفيحة ده حقيقة. مرة زمان صبغة بلاستيك زمان كان صبغة الحديد يديها بنية من جنب تجار وبنية بيتحت تلقى الصفيحة دي محرمي طماطمنا ما بتجي الطماطم برضه نوع من انواع الغش. وده حاصل الان يا شيخنا في السوق. يعني الكوم بتاع البصل، خدت البصل الكبار جد فوق اتحد البصل الدقاع هيشيل اخوك مليك تمشي البيت تلقى دقاع الطماطم. هم بيبرروا الكلام ده بيقول لك انت ما شايف، انت شفتها بعينك وهو خلاص شفتها خلاص ما انت ما تشيل كل مره بعد شيل حبه حبه يوريني. وفعلا لو مثلا التاجر الصادق البصل الدقاع يكون براه الكبار براه ده بسعر ده بسعر الطماطم الكبار يعني ما يلخبطون ما يلخبطون سوا عشان كنت تداء بسعر وبدأ بسعر بقى. دي حصلت انه في ناس حقيقة واحد اشترى سيارة العربية طبعا مشى عينة وطبعا في العربات ما بتعرفه إلا جيب لي زوله خبير يفحص لك بقول لك والله انت اشتريها بحاله الرهنه دي نحن عندنا ما شاء الله. هو بيكون عارف انه العربيه مثلا مقلوبه عامل حادث وبس الدول منطقه صناعيه سمكروها وفيها عيب، لكن انت ما بتعرفه باعتبار انه العربيه واقفه يعني هذه انا اعمل شنو عشان برضه نوع من انواع الغش. المفروض انت تجيب خبير زول ميكانيكي يكون امين الميكانيكي كمان، الميكانيكي كمان صاحب العربيه يغمت له قروش ويقول له العربيه الفلاني ما تسكن له صاحب العربيه يقدر يشتري. لا لازم يكون امين يبحث العربيه يفتشها تمام يتاكد ويقول العربيه دي اذا فيها اي عيب يسهل للمشتري واللي دي عيب فيها عيب كده حبيت تشتري بعيبة ده أهلا وسهلا ما دار خليها، لكن لازم يذكر العيبة اللي فيها. نعم نعم نعم. نرجع للموضوع ده إن شاء الله. معانا بشير العاقب، يا مرحبا يا بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية لك والتحية للسرية العامي. الله يبارك فيك، تفضل يا بشير. والتحية للمشاهدين. الله يفتح عليك يا الفاتح. والحي الشيخ محمد أحمد حسن. نعم تفضل. سؤالين. أهلا السؤال الأول عن فضل الصبر، فضل. والسؤال الثاني عن فضل ذكر الله، فضل ذكر الله. أيوة شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا بشير. يبدو أنه بشير ده في كل حلقة بدينا إشارات كده فضل الصبر، الصبر فضل ذكر الله. جزاك الله خير. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على مصايب الدنيا. دي أنواع الصبر الثلاث. صبر على الطاعة أنك تحبس نفسك، والصبر معناه تحبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله عز وجل. تحبس نفسك تؤدي العبادة بإخلاص بإتقان بهمة بنشاط بعفة بنزاهة بأمان. هذا صبر على العبادة. النوع الثاني صبر على المعصية، أنك تحبس نفسك ما تطلق نفسك، تقتاب الناس، تدع الناس، تجتم الناس، تدي لسانك منطقة الحرية في اقتياب الناس، تحكم في لسانك، تحكم في نظرك، تحكم في كله اعضاك، ما تضر لك زوج. حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله. النوع الثالث الصبر على مصائب الدنيا. والصبر قال تعالى فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل قال الذي لا جزع فيه ولا تذمر، اي ما يقعد يجرز وانا مالي وانا سويت وانا لا، الحمد لله زي الحال الحمد لله، كيف الصح الحمد لله، ان شاء الله قعدت الدواء الحمد لله، الدكتور نفع الحمد لله الحمد لله، اي لكن ما نفع وانا عيان وانا ما قاعد انوم بالليل لكن ما قاعد اكل وانا شكيه كثيره شكيه لا ده ما صعب. نعم نعم. طيب سؤال الثاني عن فضل الذكر والاذكار طبعا كثيره. ذكر الله من أسهل العبادات ومن أفضل العبادات. من أسهل العبادات ما محتاج منك لا وضوء ولا غسل ولا شيء. الجنب يذكر الله، المرأة الحي تذكر الله، النفس تذكر الله، ماشي تذكر الله، قاعد تذكر الله. وذكر الله هو التسبيح والتحميد والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والدعاء والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، كله يشمل ذكر الله. وهو من أسهل العبادات، ما بيحتاج منك لا وضوء ولا غسل،
ومن أفضل العبادات بكل كلمة نطقت 10 حسنات. سبحان الله 10 حسنات، الحمد لله 10 حسنات، الله أكبر 10 حسنات. طيب جزاك الله خير، إن شاء الله تكون وضحت يا أخونا بشير العاقب. طيب عندنا برضو رجع لموضوعنا الأول اللي هو مسألة الاهتمام بالزمن في الموظفين بالذات. أيوة. أنت ذكرتني نقطة مهمة جدا، قلت في ناس بيأخذوا إجازات كان أسبوعية أو سنوية، لكن بيأخذوا معها زيادة بدون إذن. لا، عندنا اللوائح بتديك أنت يا موظف الإجازة السنوية بتاعتك شهر 30 يوم. نعم. الثلاثين يوم ده ما تزود يوم واحد. ما تزود يوم واحد، لازم تحمل حسابك إنه يوم في من إجازتك انتهت الليلة بكرة تكون في الشغل. عشان حياتك حسب اللي أخرتها حتاخد أجر على اليوم اللي غيبته ده. وربنا يسألك عن يوم القيامة. تيجي في المواعيد ما تزور. أي كذلك برضو كمان في أسباب تخلي الزول يطلع من ساعة العمل. أيوة. الأسباب الضروري، السبب ضروري جدا، أولاد عيانين في البيت، في زول يدون الدكتور وخليه يوديهم، فيه كده أبوك عيان وكده، لكن الحاجة ضرورية جدا جدا تاخد إذن من رئيسك المباشر، تم تأدي المهم وتجي لشغل طوال. لكن يا شيخنا أنا ملاحظين في السودان طبعا عندنا عادات كده، لابد إنه الزول يكون يعني مثلا زي ضرب لك تليفون يقول لك في جارك توفى مثلا أو زميلك في عمل كان سابق، الناس بيطلعوا كل الموظفين يمشوا المقابر. أيوه. للتشييع. أيوه. وده برضو بآخر العمل، هل جائز هذا الكلام؟ لا، ساعة العمل لا، بعد العمل ما ينتهي موظفين أخواننا، فلان أبوه توفى ما جلي لين ضرب التلفون قالوا أبوه توفى. يبقى نحن بساعد بعد ما ساعة العمل ساعة 2 تكونوا كلكم جاهزين، ناجر عربية أو بسالك المصلحة قاعد ترحينا بالعربية تاعتنا نمشي نعزيه ونمشي ويوتنا ده نطلب يحصل. لكن اما اذا كان الوفده حصلت بالليل ما ساعه العمل يمشي لساعه العمل. لكن اساس ساعه العمل كل الموظفين يفضوا يمشي المقابر ويجي نايد العمل يجي. لا، وصاحب الوفده ذاته يعذر الناس دي لساعه عمل ما يلومون، ما يقول لهم ما جيتوا ليه؟ طيب نحن شغالين شغل نايم نصلح بناخذ عليه اجر. يعني حتى ولو اخذوا اذن ممكن يعني يمشوا يعني ولا ما في داعي؟ تمام، ما اخذين حتى المدير، المفروض المدير ما يدون اذن ولي ساعة عمل لانه مسؤولية مشتركة. الزميل كل توفى ابوه توفى امشوا بعد ساعة العمل امشوا عزوا. انت عايزين ترجعوا له الحياة ثاني امشوا عزوا بعدين بعد ساعة العمل. نعم. من الاسئلة برضو يا شيخنا، في ناس بيستخدموا البطاقات بتاعت العلاج دي لاغراض ثانية، مثلا يكون أيوة. لزول تاني باسم زول تاني، واحنا عارفين دي بطاقات بتاع التامين الصحي مخصوصه بشخص معين. صح. هل يجوز؟ لا، ما بيجوز ابدا. انا ما بطلع لي بطاقه بتاع علاج بتاع التامين الصحي ده. انا ما اقول مثلا الواحد يقول لي اديني بطاقتك مش اخذ بها الدواء، لا، الدواء ده خاص بي بس. اي الدواء خاص بس ما تتضايق. كثير في ناس قاعد بتجينا اسئله كده يقول لك شلت بطاقه اخوي مش صرف دواء بالدواء، شلت بتاع الدواء صرفت بالدواء، لا، البطاقة دي خاصة بيك انت. طيب الحكاية دي والله يا شيخنا هي لكن متكررة كثير جدا، حرمتها وين عشان احنا نحذر الناس؟ معناته انا تصرفت في مال، في مال ما حق بدون وجه حق. مال وريد العلاج ده، العلاج ده البطاقة بتاعتي ده انا بتعالج بها، اديته اخوي ده مش بتعالج بها. اللي تعالج بها ده يساوي كم؟ 100 جنيه. معناته اخذ 100 جنيه بدون وجه حق. يتحسب بها يوم القيامة، يدفع من حسناته يوم القيامة لأنه بدون وجه حق. لا، دي فعلا المسألة دي مسألة تبهو لها انتباهها شديد، باعتبار انه ده بيقود نرضو للمسألة بتاعت المراقبة. ما يبقى والحقيقة الزول مراقبة رب، دي أهم حاجة ان الزول يعني يحس ان ربنا رغيب عليه. ايش في القصة المشهورة بتاعت عمر بن الخطاب دي باختصار؟ أيوة. في ناس ما سمعوها. قالوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشيل الدقيق بالليل بعد الناس ينوم يتفقد أحوال الرعية. يسمع زول جعان ما متعشى وكذا، هو ماشي وشال الدقيق ماشي سامع مرة تقول لي بيت يا بيت انت زدت اللبن بالماي، عندها غنم ظنة تحلب اللبن تبيعه. يا بيت انت زدت اللبن بالماي؟ قالت لها لا ما زدته، زدت اللبن بالماي عشان يجيب لنا قريش كثيرة. البيت قالت لها يا أمي انت ما سمعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول حرام تزيد اللبن بالماي؟ قالت يا بيت عمر شايف نبيه، زيد اللبن بالماي عشان يجيب لنا قريش كثيرة. البيت الثانية ردت عليهم وقالت لها يا أمي إذا كان عمر ما شايفنا ربنا ما شايفنا. وده كل سيدنا عمر سمع الكلام ده. طوال بعد قضى مغروض رجع البيت أشر البيت ده. طوال مشى نادى واحد من ولاده قال له فيك في الحتة الفالة تتزوجها. عمر لا شاف ولا شيء بس سمع كلام انها تخاف من الله. طوال زوج لها، والعلماء قالوا البيت دي
حبوبته البجدي اللي حبوبه عمر بن عبد العزيز. سبحان الله سبحان الله. يعني شوف المخافة طبعا سبحانه وتعالى هي صح. تودي الإنسان إلى طريق يعني فيه خير كثير جدا، خير كثير. الناس بيكون ناسين المسألة دي إلى أي درجة يمكن أن نقول أنه التقوى والورع يقودنا إلى بر الأمان. فعلا شو المراقبة ربنا في الدنيا تخليك تكسب الرزق الحلال، والرزق الحلال ده صدقت به وربنا يديك الأجر العظيم، فرقت به وكربة مسلم يديك الأجر العظيم، ويوم القيامة ربنا يديك حسنات. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة لأن خاف من الله أتقن العبادة، جنة خاف من الله ترك الحرام. بدي وصول فيها وصول فيها. سبحان الله. طيب نحن لو رجعنا لموضوع العربات الكبيرة اللي قلت لك ده، لأنه في بعض التوضيح برا في بعض الدول بيكون في شركات متخصصة في فحص السيارة. أيوة. يمشوا عديل جهة متخصصة وجهة محايدة. قبل ما قلت تجيب زي أيوة فني أيوة يفحص الحكاية دي وديها شهادات معتمدة. سامي. نحن الحكاية دي هنا الآن ما موجودة. أي المفروض ده الناس اللي حكومة يعملوها يعني على الأقل تكون في شركات خاصة بالحكاية دي عشان الناس يبعدوا من المسألة دي. هو طبعا لما يمشي يرخص ناس الترخيص بيخطوا العربي في ميزان بتاع الثلاث دي فحص الآلي ده. الفحص الآلي ده إذا أكد العربي درسونا تمام فرملة تمام يرخصوا له، يقف فيها إلا بيرجع الترخيص. يبقى هنا إحنا كمان لما زول يبيع، أنا داري بيع عربيتي لزول، لابد أبين لصاحب المشتري أقول العربيتي دي فيها عيب كذا كذا، فيها أي عيب فيها أذكر لي ده من الأمانة. حبيت تشتري بيه عيبة ده أنا المسألة ما عيبة خليها كده، لكن ما يدس العيب. نادر الناس يقولوا العيب في أي حاجة. طيب معنا عبد الرحمن من جوز بدر. مرحب يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله تمام الحمد لله. تفضل يا عبد الرحمن. الشيخ الله يفتح عليك. الشيخ يسمعك الآن. والله تمام. نعم. عايز أقول لك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نعم. لا صلاة لجار المسجد. لا صلاة لجار المسجد. لا صلاة. أها. ده سؤالك. وعايز اللحية. السؤال الثاني شنو؟ حلق اللحية. حلق اللحية. حلق اللحية. جدا. شكرا جزيلا أخ عبد الرحمن. لو ما عندك سؤال ثاني. في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام منسوب للنبي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن علماء الحديث ضعفوا الحديث ده، حديث ضعيف. لكن في حديث ثاني بيلينا صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ما يتخلف منها إلا بعذر ضروري. لكن الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف. سؤاله الثاني اللي هو قال حلق اللحية. حلق اللحية اختلف العلماء فيه، لأن في الحديث صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب واعفوا اللحية. حفوا الشارب واعفوا اللحية. العلماء تساءلوا انقسم لفريقين، فريق منهم قالوا الأمر ده وجوبي، حفوا لا حفوا الشارب واعفوا اللحية معناه تشنمك ده ما تخليه طويل بيجاي طويل بيجاي، خففوا قصروا وديك نخلها عليه حاله. قالوا ما دام ده أمري يبقى أمري وجوبي، أمري واجب إنك تخلي، لو حلقت تقول خالفت الواجب تؤسر. الرأي الثاني قالوا الأمر ده ندبي، يعني يندب يستحب، وما دام يستحب لو حلقت ما بتؤسر. يبقى في خلاف بين العلماء في المسألة. فريق منهم قال أمري وجوبي، فريق منهم قال أمري ندبي. قال أمري وجوبي يكون حلقتها حرام، أمري ندبي حلقتها ما حرام. ان شاء الله يكون واضح لك يا اخونا عبد الرحمن من جوز بدر. وفي ناس متشددين يا شيخنا في المساله دي. ما يشدد هذا واضح. طيب فيما يتعلق بصلاه المسجد دي، انا شايف انه في ناس بتكاسلوا بس من الصلاه في المسجد. ايوه ليه صلاه المسجد اللي زول النصيح ما يتكاسل فيه. زي النبي عليه الصلاه والسلام في زول عزير كفيف النظر، قال يا رسول الله أنا كفيف النظر بتديني رخصة صلي في بيتي ما عنده غير يقودني. الرسول أداه الرخصة. بعد شوية قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال له بعد ما أداه الرخصة قال له أنت بتسمع المؤذن؟ قال له نعم. قال له خلاص جيب دعوة المؤذن امشي صلي. ولذلك هنا في بعض الناس أنه قالوا ما في رخصة،
للزول حتى العزير انما يتخلف. لكن عندنا قاعده بتقول الضرورات تبيح المحظورات. زول عنده غايد وقوده للمسجد او قريب من المسجد ويعني يقدر يمشي بامان ويجي بامان ده ما يتخلف. لكن زول بعيد شوي المسجد وفي حفر في كلاب في حيات يبقى في الحاله دي ما الضرورات تبيح المحظورات ما عنده قايد يصلي في بيته. الحديث ده التجديد للزول اللي عنده غايد وعنده امكانيات عنده عربيه يركب يمشي وكده. نعم طيب بالنسبه للسماع طبعا الان ما شاء الله بقت في الميكروفونات هاي صح الناس كانوا يسمعوا النداء ساكت يعني قريبين صح اها دي كيف حلو كيف يعني لازم تسمع لازم تسمع هاي عندك حل هاي الحل ده حسب القاعده عندك استطاعه تمشي ما عيان ما بتقدر في قاعدة تطبق القاعدة. زول عزير قال ما عنده قايد يقودني يبقى في الحال ما نقول له خلاص تنفذ الأمر الحديث لأن القاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات ده أمر ضروري المفاسد مقدمة على قلب المصالح. لو مش الزول قلت له مش عميان عميان مش قابلت وقع له في حفرة كسر رجل يبقى ده من الرخصة مسؤولية كبيرة يعني لازم الواحد يعني يعمل حسابه ويقدر الموقف بعد ذاك هو مسؤول عن المسألة دي. طيب فيما يتعلق بالصلاة نفسها في ناس بيحتفظوا بالوضوء فترة طويلة احتفاظ بالوضوء مثلا يصلي الظهر يصلي العصر الآن يصلي بول المغرب المسألة دي صعبة يعني يقول من الظهر يكون ماسك وضوء إلى غاية المغرب مسافة طويلة شديد. وبعدين دي طبعا مطلوب من المسلم كمان من ناحية صحية يشرب موية لأنه في الزول ده ما بيشرب موية ما بيشرب موية ما بيمشي يتبول يبقى في الحالة دي أثر في الكلى والصحة دي أنت مطلوب تحافظ على صحتها معلش اللي هي تقدر تمسك توضيت للمغرب بين المغرب والعشاء ساعة وعشر دقائق ممكن تمسك وصليت المغرب تمسك وضوء تصلي بالعشاء ده ما في مانع لكن تمسك وضوءك من الظهر تصلي بالعصر يصلي بالمغرب مسافة طويل صعبة. نضرب مثال المغرب الظهر الساعة كم مش 12 ونص طيب مسك وضوء 12 ونص 1 ونص 2 ونص 3 ونص 4 ونص 5 ونص المغرب 5 ساعات يكون ماسك وضوءه صعب في الحال ما قاعد يشرب مي نمرة 2 لا هل انت الخمس ساعات دي مركز اصلك ما حصل منك ما خرج منك ريح ما اخذك منك ريح التركيز بيكون ضعيف اي ضعيف طيب ناخذ معنا تقوى من الابيض مرحبا يا تقوى الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه عايز السلام عليكم عايز اسال الشيخ من موضوع اطراح العمل ده موضوع انا والله شغاله في شغل لكن يعني كل ما اقول اصلا الناس بتفتكر انه انا بعاك كل ما احاول اضغن تفتكر انه انا قاعد عاكي في الشغل ده ما سامعني كويس يعني احاول اجوي ده الشغل بتاعي بيفتكروا انه عندك مشكله في التليفون يا تقوى ولا حاجه نعم ما سامعني كويس قولي كلامك طوالي على طول ايوه قلت لك انا شغاله في شغل بتاع مشتريات شغل بيشتروها يعني حاجات بيشتروها للمؤسسات مشتريات السوق كويس يعني في احيانا في ناس بيجيبوا لي فواتير جاهزه بيقول لك اشتغلها طوالي فبكون انا ما عارفه هل هي دي اسعارها صح الناس دي عامله اضافه لو ما اشتغلتها بيفتكروا انا بعاك وشي المفروض ما تعملوش انت اصلا فواجهتني المشكله دي كثير انا ما عارفه اعمل شنو انت صراحه يعني قلت لك انت الاشياء المفروض تعمليها شنو يعني الدور المفروض تقوم بيه وشنو اصلا يعني تتاكدي كيف ان الاسعار صحيحه ولا ما صحيحه ايوه يعني انا عندي لجنه انا مضطره اللجنه دي تمشي تجيب الحاجات دي وانا من ضمنها فاحيانا بيقول لك لا في شغل مستعجل وشنو وده داير وكذا يعني مثلا يعني المدير بيقول لك الكلام ده المدير هو اللي بيقول لك يا اخي اشتغلي وخلاص حسب الفواتير الموجوده ايوه كويس جدا وليش تاخذي وانا ضميري كده ما مرتاح ما مرتاح جدا كويس برضه دي يعني يلا نعم. يلا طيب ثاني عندي سؤال برضه في نفس الحاجه في شغل أيوة. في شغل ثاني يعني في ناس بتدفع قروش خلاص أيوة. احيانا بتدفع قروش كاش مثلا بيقول لي لا القروش ما تديها للموديش القروش دي نتصرف فيها نحن بيدفعوا قروش ليه انتم مقابل شنو؟ بيدفعوا قروش ليه يعني عشان شنو؟ يعني تقديم خدمه ايوه يعني زي ايوه بقول لكم انتم ساعدتوهم في الخدمه وكده وانجزت لهم المهمه سريعه كده يعني بجد الخدمه هم بيدفعوا قروش يلا الناس الشغالين معي بيقولوا لي القروش ما تديها للمدير
والمدير لو المدير لو اديته عليه بتمشي وين القروش في النهايه؟ والله احيانا يعني الله اعلم ما بعرف بوديها وين، احيانا بوريها في البنك الخزنه يعني في جزء صح بس ما بعرف شوي انا اقول لك جزء بمشي البنك. والرسوم دي هي قروش دي رسوم معروفه ولا ساكت يعني بدكم لا باعتبار انه معروف معروفه لا ساكته معروف يعني هي رسوم بايصال؟ ايوه ايوه ما فيها ايصال ما عندهم ايصال ما في ايصال؟ ما في ايصال. سبحان الله. طيب خلاص اتضحت الرؤيه نشوف. هاي السؤال ده ما واضح معانا انت يا اخت نعم نعم نعم. السؤال الأخير ده الشيخ قال ما واضح بالنسبة له، وبالنسبة للرسوم الأخيرة دي قلتها دي الناس بيدفعوا قروش مقابل شنو يعني؟ عشان تقدموا لهم شنو أنتم؟ طيب نقدم طرف صناعي. طرف صناعي. طرف صناعي بيركبوا ده؟ طرف صناعي. أيوه. تركيبة ها؟ يلا ما عندهم فاتورة ما في فواتير. ما في إيصال، ما في إيصال. ما في إيصال، أيوه. يعني ممكن الزول يشيلوا منه القروش كاش. ممكن يقول لها شو وريت في البنك. لو ما دفع بيحصل شنو؟ لو ما دفع ما بيقدموا له الخدمة، ما بيقدموا الخدمة. ولما ندفع القروش ما بتوردوها انتوا للمدير؟ ممكن القروش دي يعني شيل المدير. في النهاية مبنية على الأمانة يا شيخنا. مبنية على الأمانة. نحن خلاص اسمع إن شاء الله كلام الشيخ الجزء الأخير ده. أيوة. إنه هم مؤسسة بتقدم خدمة للناس. أيوة. بيجوا ما عندهم ايصالات. ايوه يعني الخدمه دي مفتوحه ساكن. انا مستغرب انه زول عامل له مؤسسه ما بيعمل ايصال كيف يعني؟ صحيح. اول حاجه خطا فعلا خطا من الاداره نفسها يعني المفروض تكون في ايصالات يعني. أيوة. قالت هي شغاله مثلا في المساله دي والناس دي لما يجوا يقدموا ابوه ياخذوا خدمتهم دي بيدفعوا قروش يعني، وفي بعض الزملاء يقول لا ياخذين ما توديهم للمدير خلاص كفايه ناخذهم نحن يعني. هل عندهم حق؟ لا ما عندهم حق طبعا ما دام زول بياخذ مرتب القروش اللي بتحصل عليها تورد الخزنه ما يشيل ولا يشيل كذا مهما كان مهما كان اي حقة المصلحه ما حقتها هاي لكن الحكايه دي كذا نادر تحصل الكلام ده انا افتكر ان المدير ده حتى لو مؤسس حقته شخصيا حتى لو تبعه المفروض يعمل لها قانون محلي لوائح داخليه صح يعني ما في حته زول بيجي كده ساكت نعم حقوا الناس يراجعوها وهم يكونوا امينين في النهايه القروش اللي بتجي دي هو لانه بيخسر يعني دي صناعه بيصنعها يعني هو طرف صناعيه بيقدمها للناس وبالتاكيد بيخسر فيها خسائر كبيره جدا صحيح هو حتى لو ما سالون حقه يكونوا شنو؟ فعلا يعني أمينين. او مثلا بيخفض للزول المعوق ده عنده طرف صناعي يخفض له ودي حاجه ثانيه اي لكن لازم تتورد الثنايا عشان ما في عمال شغالين اللي بيصنعوا الحاجات دي بالضبط بياخذوا مرتبات نعم نعم طيب في النهايه المساله دي مربوطه بالامانه هي قالت شغاله في المشتروات في قسم المشتروات ومرات بيجيبوا لها فواتير بيقول لها يا اخي بس طلعي الفواتير دي بطريقه دي كده يعني لكن الشيء الرسمي المفروض يحصل انها في لجنه مختصه المفروض تمشي تحدد الاسعار دي وتجيب لها تقول لها والله السعر المناسب يا هدى في السوق قالت الان بيحصل العكس تماما انه بيجاء امر او تعليمات من جهه ما يقول لها اشتغل بس بالفواتير اللي بنجيبها نحن ديل لا 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 الامر ده من المدير العام ولا من واحد تقريبا من المدير خلاص المدير بيتحمل واللي بيحدد السعر واللي بيحكي ده انا ما علي انا علي نفس تعليمات هو بعده يتحمل المسؤوليه ما قال لي بيع بكذا خفض كذا سوي كذا نفذوا تعليمات يعني لو جات تعليمات من زول ما مسؤول ما مسؤول عادي لا الا المدير المسؤول هو اللي بيتحمل المسؤوليه لو حصل خساره هو بيحاسبه وهي المفروض المساله دي يعني تكون مراعيه لها باعتبار انه اللجنه او تختار اللجنه ما قالت هي قالت في لجنه مكونه اللجنه المكونه دي تختار المفروض صح؟ المفروض اللجنه هي اللي تكون المدير ينفذ تعليمات اللجنه دي يعني في ترابط بين المدير وبين اللجنه لكن اللجنه براء عندها غرار براء والمدير عنده غرار براء طبعا ما ممكن نقول هاي ما بتجي كده نحن في النهايه دارين ندي يعني نصيحه في الموضوع ده ايوه ومساله الامانه في العمل خاصه زول يكون ماسك اموال بتاعت ناس او عنده حق التصرف في المال ايوه طبعا هذا المفروض اي مدير اي مسؤول كبير عنده لوائح ونظم اداريه وفنيه وعنده يعني امتيازات ممكن يدي حافز يدي هدايا يدي كده دي كلها موجوده في اللائحه موجوده في المناشير الموجوده في المصلحه هو ما يزود عليها ولا ينقص فيها ينفذها ينفذ كل الحاجات الموجوده في المصلحه دي ايوه ينفذها ما يزود كده اللوائح بتديه ودي يدي اوفر تايم يدي حافز كده يدي كده يدي امتيازات اعاشه حاجات كده ما يخالف الاوامر ولا الموظف يخالف الاوامر اللوائح دي لانه اي موظف عنده لوائح
عندها مناشير نعم. منشور اعملوا كذا اعملوا كذا، اللوائح سووا كذا سووا كذا، ودي بتطبق. كل زول يكون عنده منشور، انا عديته طلعت المبلغ بنشر على المنشور رقم كذا، على الاغلال رقم كذا، ما فاكر ساكت. نعم جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخنا الجليل دكتور محمد احمد حسن. ان شاء الله اخوتنا تقوى تكون وصلت لها الرساله واستفادت من هذه المساله، وهي في منطقه او في محل حساس جدا بيحتاج منها لامانه شديده جدا. اتمنى لها التوفيق. اشكركم مشاهدينا على امل ان التقي بكم في حلقه اخرى من برنامج فتاوى الاسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.